وأنت فيهم زوجا. نظرت في النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، فرأيته يتصف مع زوجاته بثلاثين صفة. كان صلى الله عليه وسلم رفيقا مع زوجاته ورفيقا لهن، رحيما. كان يحترم زوجته، يحترم مكانتها، يحترم كرامتها، يحترم خصوصيتها، يستمع إليها إن تحدثت، يغلق عليها من مشاعره. كان زوجا مسؤولا، كان ينفق على زوجاته، كان يعلم زوجاته، كان يؤدب زوجاته، كان وفيا مع زوجاته، كان حريصا على زوجاته في ظهرهن فيحميهن من الكلمات التي تأتي من هنا ومن هناك. النبي صلى الله عليه وسلم الزوج حديثنا عنه لا ينتهي ولا تستطيع حلقة أن تحيط به، ولعلنا نفرد في برنامج وأنت فيهم جزءا كاملا عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا في بيته. في هذه الحلقة سنتوقف عند صفة واحدة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد بأن الزواج أو الزوجية لو ضغطناها في كلمة واحدة لكانت هي المسؤولية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا مسؤولا، مسؤولا في بيته. كان صلى الله عليه وسلم يؤدي مسؤولياته المادية والمعنوية، بدءا من أداء الحقوق. يوم زار سيدنا سلمان الفارسي دار أبي الدرداء أخيه، ورأى أم الدرداء متبذلة تلبس لباسا يعني رديئا ليس عليها ملامح المرأة المتزينة المتزوجة التي تعتني بذاتها، فقال: ما لي أراك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا شأن له في الدنيا ولا حاجة له فيها، إنه صوام النهار قوام الليل. جلس سلمان ينتظر أبا الدرداء. حين جاء أبو الدرداء أراد أن ينام أو يبات عنده سلمان. قام أبو الدرداء ليقوم من الليل، فقال له سلمان: اجلس نم. حتى كان قبل الفجر قليلا فأيقظه، ثم صليا ما شاء الله أن يصليا، ثم صليا الفجر. أراد أن يتسحر أبو الدرداء فمنعه سلمان من الصيام. هنا مسألة تتعلق بالدين. ذهب أبو الدرداء يشكو سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: منعني قيام الليل، منعني صيام النهار. حدث سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من شأن أبي الدرداء في بيته، وأن عبادته وانقطاعه للعبادة أثرت على حقوق أهل بيته. فقال: ما قال لك سلمان؟ قال: قال لي: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا الحق كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. انظروا مثلا إليه وهو يوصي زوجاته ويقول لهن: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، أغلقوا الباب، أطفئوا السراج. هذه التعليمات قبل النوم حفظا لسلامة أهل بيته صلى الله عليه وسلم. حتى في العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل امرأته فليصدقها، وإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها بل يتمهل حتى تقضي حاجتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار وهن 11 امرأة. حتى كان يقول سيدنا أنس: كنا نتحدث الصحابة فيما بيننا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجل أو ربما 40 رجل. لا يمكنني أن أتحدث عن المسؤولية المعنوية فقط، فلا بد من الوقوف عند المسؤولية المادية. رسول الله يا جماعة كان مسؤولا ماديا عن بيته. لا يمكن لزوج فقير لا يجد ما يأكل أن يتزوج 11 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكفيا، أعطى زوجاته مهورهن قبل الزواج، وهذا ما شهد له القرآن لما قال له بأنه أحل له أزواجه اللاتي آتيت أجورهن، يعني دفعت مهورهن. ثم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دوره على أرض اشتراها من ماله، وأهدى هذه الدور لنسائه، وكان ينفق عليهن، وكان يدخر قوت سنة كما في البخاري،
كان يدخر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علمنا الادخار صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يوم توفي صلى الله عليه وسلم ترك لأهله أوقافا ضخمة كانت كافية لتكفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حرم الله عليهم أن يرثوا رسول الله أو يأكلوا الزكاة والصدقة، وحرم على نسائه أن يتزوجن بعده، فكان لابد من وقف ذري أوقفه النبي على ذريته فأكلوا منه إلى أن غابت معالمه في أيام التاريخ.